المفترض اننا بناكل لحم ضاني، بس انا ما شفتش في حياتي خروف دلوعه بالحجم ده. العرب والاتراك مختلفين تماما. ازاي بتتحمل الوحده؟ بيقولوا انك ما بتخرجش خالص تقريبا. اتصل بيه كتير في البيت وفي كل مكان بعرفه، ومش عارفه اوصل له او حتى اعرف عنه معلومه تطمني. انت مين وعايز ايه مننا؟ منذ طفولتي أعشق كلمتها فلوذج بما لها من رنين عربي أصيل، خاصة عندما تقرأها في قصص أشعب الطفيلي وما توحي به من شيء شهي لا أعرف كنها. فيما بعد عرفت أن الفلوذج نوع من الحلوى العربية اللذيذة، لهذا شعرت بنشوة حقيقية عندما رأيت اللافتة المضاءة في ظلام المدينة، نقوش شرقية لا شك فيها مع عبارة مطعم فلوذج بخط فارسي جميل. قال ديمتري وهو يغلق ياقة معطفه المبطنة بالفراء: لا تنسى أن حرارة الجو تقترب من الصفر. مطعم تركي هو، أعتقد أن مشكلتك اتحلت خلاص. قلت في انبهار وكلماتي تستحيل بخارا أبيضا كثيفا. اسم المطعم لوحده يحسسك بالشبع. معرفش معنى اسم المطعم، بس بيقولوا ان الاكل فيه حلو قوي. منذ جئت الى هذه البلد وعندي مشكلة مزمنة فيما اكله، كل شيء لحم خنزير او طهي مع لحم خنزير او مغلف بدهن خنزير. لن اندهش لو كان هناك عصير خنزير كما يقول الفنان عادل امام. كنت وحيدا مترددا متباطئا في العلاقات الاجتماعية، وربما لم أعرف شخصا سوى ديمتري. فيما عدا هذا لم أكن أفارق النزل الذي أقيم فيه أبدا. عامة يطلق مصطلح تركي على كل شخص عربي أو مسلم في هذه البلاد، حتى ولو لم يكن تركيا على الإطلاق. لكني عندما دخلت المطعم ورأيت صاحبه جالسا يدخن النرجيلة، وسمعت الموسيقى التي تبدو كأنها اسطوانة لأم كلثوم تدور بالمقلوب، وعندما رأيت النادل بشاربه الكث وقامته الفارعة وصوته الغليظ، عرفت أنهم أتراك فعلا. هكذا جلست مع ديمتري إلى مائدة وضع عليها شرشف أبيض نظيف مع مزهرية بها ورد وأداة لصب الماء تشبه الدلة الخليجية. جاءنا النادل يقدم لنا القائمة وكانت مليئة بمصطلحات تركية لا أعرفها. خمن أنني عربي، لكن ظلت مشكلة التفاهم قائمة، لذا خطبته بالإنجليزية وسررت لأنه فهمها. قال ديمتري في دهشة: أنا بستغرب قوي لما بلاقي اتنين عرب زيكم بيتكلموا إنجليزي. هو مش عربي، هو تركي. تفرق، العرب والأتراك مختلفين تماما، إنما دايما بتلخبطوا ما بيننا وده مش صح خالص. جاء طبقان من الحساء، شممت رائحته فخمنت أنه يحوي لحم الضأن غالبا، ثم جاء بعدها طبق مليء باللحم المشوي، نكهة ممتازة فعلا غير معتادة لكنها تروق لي بشدة. يبدو أن مشكلتي انتهت إلى أن أعرف قيمة الفطورة طبعا، فلربما كانت غلطة عمري هي الدخول هنا. بعد قليل جاء طبق يشبه حساء الخضر، أكلنا في حماسة، وراح ديمتري يقول وقد بدأ جبينه يتعرق: التوابل كتير في الأكل، بس ده بيخلي الأكل تحفة. ملأت فمي بالطعام ثم نظرت حولي في المطعم، كانت هناك ثلاث فتيات جميلات يأكلن ويضحكن بصوت عال، وأدركت أنهن من نفس بلد ديمتري. هناك واحدة في الوسط بدت لي جميلة بشكل خاص، طابع الأنامل الطويلة والأنف الطويل والعنق الطويل الذي يميز رسوم الفنان المصري بيكار. نظرت لي وأشرق وجهها للحظة، ثم عادت تحدث صديقتها. قلت لديمتري: واضح أن المطعم ده مستوى عالي جدا. لكنه لم يرد، لأنه كان قد تناول قطعة من العظم من الطبق وراح يتأملها، ثم رفعها أمامي وقال:
طويلة جدا العظمة دي، تفتكر في أي جزء من الذبيحة بتكون العظمة دي؟ بحثت عن لفظة الريش بالروسية في ذاكرتي فلم أجد، هكذا أشرت إلى ضلوعي وابتسمت. قال وهو يتأملها في اهتمام: المفترض أننا بناكل لحم ضاني، بس أنا ما شفتش في حياتي خروف ضلوعه بالحجم ده. الأستاذ معه مشكلة. كانت هذه من الساق الذي وقف خلفي وكان ينظر لديمتري وقطعة العظم. التفت له، أقسم أن نظرته كانت تطلق نارا. سوف يمزقنا إربا لو لم يرق لنا الطعام. سمعت كثيرا عن مزاج الطباخين الأتراك والإيطاليين الناري لدرجة قتل الزبون الذي ينتقد طهيهم. كرر ديمتري السؤال، فقال الساقي وهو يرفع بعض الأطباق الفارغة: ده نوع من الماعز الجبلي، في شبه كبير من الوعل، وبيعيش عندنا في الأناضول. ومن جديد رفعت عيني فوجدت تلك الحسناء تنظر لي في ثبات. منذ طفولتي أعشق كلمة فلوزج بما لها من رنين عربي أصيل، خاصة وأنت جالس في مطعم بهذا الاسم ترى تلك الحسناء ترنو لك في إعجاب. نحن الرجال نرنو بإعجاب فتتذمر النساء ويتجاهلننا. غريب أن تنقلب الآية، لكني لم أتذمر على كل حال. قال لي ديمتري باسما وقد لاحظ نظرتي: اسمها رادة وبتدرس هندسة في نفس المعهد اللي بدرس فيه، ممكن أعرفك عليها لو تحب. يا ريت. وهكذا نهضنا لنجلس مع رادة وصديقتيها، وعندما خرجنا كانت تتأبط ذراعي في مودة بينما صار الآخرون يمشون خلفنا. كان المبلغ الذي دفعناه للعشاء معقولا جدا، يبدو أن الأتراك قنوعون. بعد يومين خرجت مع رادا، لقد صارت تعرف عني كل شيء تقريبا، وكان أن اقترحت علي أن نتناول العشاء في مطعم فلوذج. تنطقها بلغتها الكسيحة فتبدو ساحرة، مضحكة لكنها ساحرة. تسألني: إزاي بتتحمل الوحدة؟ بيقولوا أنك ما بتخرجش خالص تقريبا. بقضي معظم وقتي في القراية، منكرش أني عامل زي الذئب الوحيد، بس بيني وبينك طباعي بدأت تتغير من يومين بس. الثلج والبخار يتجمد على ياقة معطفي، ويد رادة النحيلة في معطفها الجلدي تخرج من الفجوة التي صنعها ذراعي. في الداخل تنزع رادة المعطف، الثلج يذوب من على أكتافنا ليصنع بركتين صغيرتين عند أقدامنا، تنورة أنيقة وحذاء طويل العنق. نجلس. الصنف الذي نختاره اليوم لا أعرف كنهه، لكنه نوع من اليخنة، لحم مطبوخ بالكثير من البصل والبهارات. نأكل في نهم. أحب مذاق هذا الطعام كثيرا، هي كذلك تحبه. أقسم أنها نظرت نظرة جانبية للنادل وهو يمر بنا، كأنها تقول لا كما اتفقنا. سألتها وأنا أملأ فمي باللحم: واضح أنهم عارفينك هنا. ترتبك: لا خالص، هما فاكريني بس من آخر مرة. مش أنت بتقول أن جمال مفيش زيه وأنه صعب يتنسي، ولا أنت بتسحب كلامك؟ الطعام جميل، لكن أنا أمقط الشعر كأي واحد آخر، شعرة طويلة سوداء التفت حول الملعقة. لماذا لا يلاحظون هذه الأمور؟ هل أخبر الساقي؟ لا داعي، كل شيء هنا غريب. الرائحة، التوابل الكثيرة جدا، لماذا يفرطون في التوابل لهذا الحد؟ أنا جربت الأكل التركي من قبل، ليس كثير التوابل كالأكل الهندي مثلا. ومن جديد هذه العظام الطويلة الغريبة. كان ذلك الرجل البدين يجلس إلى منضدة قريبة يلتهم أطنانا من اللحم المشوي وأصابع المحشو، يأكل في لهفة ولوعة لا مبرر لهما. يسيل العرق على جبهته، يفك ساعته ليتمكن من مد ساعده أكثر، يرفع كأسا من الفودكا ويجرع ما فيه مرة واحدة. خاتم مرصع بأحجار كريمة لكنها تبدو قبيحة جدا علي. كان إصبعه مليء بالثآليل الملونة. هذا الرجل مؤهل جدا للموت بنوبة قلبية خلال أيام، لكنه سيموت سعيدا على الأقل.
الساقي يدنو منه ويخبره بشيء ما، فيلقي بالفوطة التي علقها على صدره وينهض معه إلى خارج القاعة. قلت لرادا: أنا مستغرب الراجل ده يحط الفوطة على صدره كأنه عيل صغير بيتعلم الأكل، مع أنه المفروض الفوطة تتحط على حجره علشان تغطي بنطلونه. الكلام ده خلص من زمان، مفيش حد بيراقب حد دلوقتي، كل اللي انت عايزه بالطريقة اللي تحبها طالما هتدفع الفاتورة. هذا الشعور المقلق، هذا الشعور الغريب، أشعر بالشعيرات تتوتر في مؤخرة عنقي. أحب الطعام في هذا المكان، لكن هناك شيئا ما لا يريحني. طبقاني من الخضر باللحم، أملأ ملعقتي بالخضر وأرفعها لفمي. هنا رأيت شيئا في الملعقة، دققت النظر أكثر. في حاجة؟ في مشكلة؟ تسألني رادا فأقول وأنا أتفحص هذا الشيء: لا لا، ما فيش حاجة، ما فيش. ثم ألقي بالمنشفة في الطبق. يجب أن ندفع الحساب ونرحل الآن، ولا تسأليني عن السبب. منذ طفولتي أعشق كلمة فلوذج بما لها من رنين عربي أصيل، لكني بدأت أتوتر كلما سمعت هذه الكلمة. هكذا فكرت وأنا في غرفتي أتفحص هذه الجوهرة الصغيرة التي وجدتها في طبق الخضر، جوهرة بحجم الحمصة، لكني رأيت مثلها من قبل. كان هناك خاتم قبيح في يد رجل بدين، هذه الجوهرة الصغيرة منه، كيف سقطت منه؟ ربما دخل المطبخ وعبث بطبق ما، هي مصادفة غريبة جدا. اتصلت بي رادا الحسناء عند الظهيرة واقترحت علي اقتراحا جديدا من نوعي: ايه رأيك نتعشى النهاردة في مطعم فلوزج؟ تفكير ثوري جدا. قلت لها انني سعيد لحماسها، لكن ألا تلاحظ اننا نأكل هناك للمرة الثالثة خلال 4 أيام؟ المكان جميل وبحس فيه بالدفء الشرقي، ده غير ان الاكل تحفة، ما تنكرش ده. وضعت سماعة الهاتف وهنا دق من جديد. هذه المرة كان صوت ديمتري، كان متحمسا وقلقا. قال لي: محمود، انا سرقت عظمة من الاكل اللي اكلناه انا وانت في مطعم فلوزك الاسبوع اللي فات، اللي هو عظم الماعز الجبلي. ارتجفت واحتبس صوتي للحظة، ثم سألته بقلق: انت سرقت عظمة ال... ايوة، وخبتها في جيب البلطو من غير ما حد ياخد باله، كنت عاوز اوريها لحد خبير، يعني طبيب بيطري او حد من اللي بيشرحوا الحيوانات، ولما عرضتها على شخص متخصص قال لي شكلها غريب قوي، وقال لي سيبها لي اعمل عليها اختبار ترسيب مناعي علشان يعرف نوعها. هو طبعا في حل احسن، وهو الحمض النووي، بس هياخد وقت ومكلف جدا. قلت في توتر وانا اشعر بغثيان: بتقول ايه؟ هبقى ابلغك كل حاجه الليله لما توصل لي النتيجه، وغالبا هبلغ الشرطه عشان يهجموا على المطعم ده ويفتشوه. في اسئله كتير في دماغي ومحتاجه اجابات. تعرف انه في اكتر من حد اكل في المطعم ده واختفوا في ظروف غامضه؟ كلمت صاحب الكوميسير يوسفاكي وعرفت منه حاجات كتير، وتقريبا هو مقتنع بوجهة نظري. اللي هي بعدين، مش دلوقتي، المهم انك ما تروحش المطعم ده اليومين دول لحد ما اكلمك واقول لك على اللي وصلت له. وضعت سماعة الهاتف من جديد ووقفت شاردا ومعدتي تتقلص، كل شيء يؤكد ما كنت افكر فيه ولا اجرؤ على تصوره. ورادا، النظرة التي تبادلتها مع النادي لي لا تفارق ذهني. هل هي تحب المطعم فعلا أم تحب استدراج الناس له؟ أنظر لوجهي في المرآة، وجه عكر قبيح يثير الكآبة في النفس ويوحي بالسقم، وهي نضرة كالزهرة، كأرنب صغير رشيق. قل لي، ما هي المعجزة التي تجعل فتاة كهذه تعجب بي بمجرد النظر؟ إننا نصير أغبياء أمام الجمال، هذه حقيقة. هكذا قضيت ساعات قلقة حتى المساء، لم أذهب للمطعم طبعا، خرجت لقضاء بعض الأعمال، وعندما عدت استحممت بالماء الساخن وجلست جوار الهاتف. طبعا لم يتصل بي ديمتري، اتصلت بي صديقته ماشا تسأل عنه. محمود، أنا الآن أبا ديمتري، بقاله فترة مختفي، بتصل بي كتير في البيت وفي كل مكان بعرفه ومش عارفة أوصله أو حتى أعرف عنه معلومة تطمني. لم أقل لها إن ديمتري لعب دور من يعرف أكثر من اللازم في أفلام العصابات،
أو الفيلم نوار. قلت لها اسألي الكوميسيير يوسوفاكي، أكيد هو يعرف مكانه. وجلست جوار الهاتف. عندما اقتربت الساعة من الثانية صباحا أدركت أنني لن أستطيع البقاء ساكنا للأبد. سأجن، يجب أن أعرف. سوف أقتحم مطعم فالوذج وأعرف الحقيقة بنفسي. منذ طفولتي أعشق كلمة فالوذج بما لها من رنين عربي أصيل، وحتى هذه الليلة أشعر بحنين لهذه الكلمة وأنا أرى اللافتة المضاءة في آخر الشارع. أشعلت لفافة تبغ بصعوبة بالغة لأن يدي تجمدتا فعلا بسبب الصقيع والثلوج والريح الباردة. مشيت حتى بلغت باب المطعم، ثم بدأت أدور حوله بحثا عن طريقة للدخول. بالطبع لابد من باب آخر، باب يخرج العمال منه ويدخلون، وتدخل المؤن ويخرجون القمامة. القمامة التي لو فحصتها جيدا لفهمت كل شيء. هكذا واصلت المشي، فجأة تصلبت وقد رأيت بابا مفتوحا. أرى رجلا لعله عامل بالمطعم يخرج صندوق قمامة كبيرا ثقيلا مبتعدا. طبعا لا وقت لفحص هذه القمامة لأن الباب مفتوح والفرصة سانحة. تسللت إلى الداخل بسرعة قبل أن يعود لأجد نفسي في كواليس مطعم فالوذج، لو اعتبرنا أن خشبة المسرح هي قاعة الطعام. بالفعل كان هناك مطبخ كبير مظلم. أخرجت الكشاف الصغير الذي أحمله ورحت أتفحص عشرات الآنية وأدوات الطعام وصفوفا متراصة من السكاكين. لا بأس من أن أنتقي أكبرها على سبيل الاحتياط. ثم الثلاجة، الثلاجة العملاقة الجديرة بمطعم والتي يمكن أن يسجن فيها إنسان. اتجهت وفتحت المقبض، كانت أكياس اللحم معلقة على خطاطيف. فتقدمت ومزقت أول كيس وفحصته على ضوء الكشاف، لا شيء، هذا لحم بقري ولا شك في هذا، أنا لا أخطئ هذه الأمور. الكيس الثاني، هناك رأس وعنق حيوان يشبه الوعل. هل هذا هو الماعز الجبلي غريب المذاق؟ ربما لو فحصت الأرضية لن يعلق أحد أشياء كهذه لتبدو واضحة للعيان، لا شيء. كنت منحنيا أتفحص الأرض عندما شعرت بالمسدس يلتصق برأسي من الخلف ومن يقول بروسية ثقيلة، أوم بالراحة كده ومن غير أي حركات عصبية. نهضت وقد أدركت أنني أسأت الحكم على مدى ثقل صندوق القمامة، لقد تخلص منه بسرعة جدا. استدرت ببطء لأجد الوجه التركي الفظ والعينين المحتقنتين. إنه نفس الرجل. أنت مين وعايز مننا؟ قلت بثبات وأنا أنظر في عيني الراجل التخين اللي كان بيلبس خاتم مليان مجوهرات، هو راح فين؟ دهش من السؤال ثم قال وهو يتراجع للخلف، صاحب المطعم، وانت عاوز منه ايه؟ هو مش قاعد هنا دايما، وهو بيجي من وقت للتاني يأكل في المطعم ويشوف الشغل ماشي ازاي ويمشي. كنت أشعر بخيبة أمل، إنه صادق لا شك في هذا، مطعم يقدم لحم الماعز الجبلي المليء بالتوابل لا أكثر، مطعم صاحبه بدين يفقد مجوهرات خاتمه في أطباق الطعام، مطعم ينسى بعض الشعر في الأطباق. رادا كانت بريئة إذن، هي أحبت المطعم ولم تكن تستدرجني له. خيبة أمل شديدة، لم يدرك الرجل كم أنا سريع الحركة ولا كم أنا شرس خطر، إلا عندما ركلت المسدس الذي يحمله ثم أغمدت السكين في عنقه، فظل ينظر لي في شيء من الدهشة واللوم قبل أن يسقط على الأرض. لشد ما أنا حزين، حسبت أن هذا المطعم قد حل مشكلتي وأنني سوف أجد فيه نوع اللحم الذي أريده والذي اعتدت أكله والذي هربت من مصر كلها لأبحث عنه في مكان لا يعرفني، لكنه مجرد مطعم بريء آخر. لقد دفع ديمتري صديقي الوحيد حياته لأنني لم أرد أن يبلغ الشرطة ويفسد علي هذا الاكتشاف الجميل، والآن أكتشف أنني قتلته بلا داع. يا للعار،
لكني لن أخرج خالي الوفاد. النادل التركي يركض على الأرض والمطبخ تحت أمري حتى الصباح. لدي ما يلزم كي أشبع حاجاتي وكي أقاوم نفسي لفترة أخرى، أيام، أسابيع، ورادة. على الأرجح ستكون الضحية القادمة ما لم تقطع علاقتها بي لسبب أو لآخر. منذ طفولتي أعشق كلمة فلوذج بما لها من رنين عربي أصيل، لكن كلمة فلوذج سوف تكتسب مذاقا خاصا هذه الليلة، الليلة بالذات.